يدرسون نعم. في جامعة في تبوك يا أبو عبد الملك، ومنهم طالب يقول سكننا في قرية من قرى تبوك، ويقول يشوف لذيك العجيز ترعى غنمها وتقوم ويلا تقوم ويسولف معها، يمر الولد هذا وياخذ منها ويسولف. قال يا أمي يا عمة مالت أحد من الأقارب؟ قالت والله يا ولدي أنا مقطوعة من شجرة، ما عندي إلا ذا المنايح أوديها وأجيبها. قال طيب وش عندك وش أمنياتك وما أدري. المهم قالت أمنيتي يا ولدي أني أحج وأني أزور المدينة. الله أكبر. الولد هذا فكر أنه كيف يخدم هذه المرأة ويسوي فيها معروف ويوديها للمكة ويوديها المدينة، لكن ما تحل له ولا. جاءت فكرة قال ليش أنا ما أعقد عليها عشان تكون حلال لي وأوديها ولا بي منها لني أوصلها ألبي لها رغبة. كلم له مشايخ، كاف المشايخ جزاك الله، وهرجها في الموضوع. قالت يا أنا عجوز ما عاد وراي شيء، وش تبيبي؟ قال والله اني ما ابغى من شيء، ابغى وديت المكه نيته طيبه ولا المدينه نيته صالحه. قالت يا ولدي وتم عقد عليها، وفعلا وداها زياره للمدينه وزادها حججها ويوم خلص من حجها وقال لا انتهينا ولبيت الطلبات طلقت. تعود يومهم عوده وقال خلاص يا اختي ترى انتهى امرنا، والحين يا بنت الحلال ابغى اطلق. قالت انا عند الله ثم عندك انت ما تطلقني. الله. قالت يا قال يا بنت الحلال انا ما عاد لي فيت ولا لي بجعد في تبوك على طول وجامعه تبوك. قالت انا عند الله ثم عندك انك ما اطلق. قال تم. خلص دراسته، ويوم خلص دراسته وخذ شهادته قال خلني اروح لبنت الحلال ذي واقول لها يا بنت الحلال تراني هاجم من تبوك كلها. راح لها قال يا بنت الحلال انا خلصت دراستي واموري خلصت ولا عاد لي لزوم في تبوك، وذا الحين انا بطلق واقدم ورقي. قالت يا ولدي خلني على ذمتك. قال يا بنت الحلال انا بيقعد ذنب في رقبتي لاني باللي قايم بواجب. قالت ان الله يعفو عنك ويسامحك وبالله عليك انك ما تطلقني. قال يا انا لله عود لبالها وراح راح لديرته. هذا بالحدث قصه. والمهم في النهايه جلس مع سنه ما زاد يعود لتبوك ولا عاد ينشد. فجوا في مجلس مثل هالمجلس الرجال شرواكم كل واحد قال يا فلان انت سويت انت العجوز اللي تزوجتها وخذيتها في رقبتك ولا انت باللي قمت بواجبها وانت تدري عنها وصار عليها. قال والله اني ما ادري وش عندها. وقال والله ما يجوز لك يا اخي روح تفقدها روح ما نفك منها لا بكره تجي معلقتهم في رقبتك. والله الرجال ربوع وخميس وهو ينطلق لتبوك ويروح للقرية يوم يتنشد عنها. قالوا وينك؟ ماتت من ستة أشهر وترى لها غرفة وفيها قش وشنطة خذها أهي آخر ورثها. حزن الولد حزن شديد يعني وتضايق وجاء بس فعل خير. وجاء يوم جاء له والله ذا بقشة وذي شنطة والله قال لما لقى لي. قال يا ولد خلني أخذها أخذ البقشة والشنطة. والله وراح خذ الشنطة معه انفتح الشنطة لا والله هدومها وأوراق وهي قال هذيك الورقة ولا والله فيها وصاه منها وموقعة اللي أرض في جدة وعلى الكورنيش ومساحتها جيدة وتراها لزوجي فلان ابن فلان اللي هو الولد الله ولا حسين. والله نصكها موجود. يصدق ويروح يسأل في العقار لا والله إن الأرض موجودة. نيته خير وزاد الله رزقه. فعاد واحد من الشباب قال يا الربع ما تخبروا لي عجوز بالها حد ولا حد قريب يمكن يلقى له شيء.